السلام عليكم. نتابع معكم في المثال 5.2. في مثال 5.2 عندي هان بدل 1 سامبلر 2 سامبلرز، ونشوف ايش اللي بيطلع عندي في 2 سامبلرز. السامبل الاول الانبوت تبعه E1 والاوتبوت تبعه E*1، السامبلر الثاني الانبوت تبعه E2 والسامبلر تبعه E*2. الآن E1 إيش بتساوي؟ بتساوي R في CFS. طب CFS إيش بتساوي؟ بتساوي G2 في E*2 اللي عندي. هاي G2 في E*2، هذه قلنا عنها C الموجودة عندي. طب E2 إيش بتساوي الموجود عندي هان؟ بدها تساوي G1 في E*1 ناقص G2 اللي عندي بداهان H ناقص H في السي. طب السي قلنا ايش بتساوي؟ G2 في E*2. هاي G2 في ال H في ال E*2. انا عوضنا بدل السي هنا في G2 E*2 وهنا G2 E*2. الان انا لهذه بالداخل لانه عندي هنا E1 وهنا E2 والباقي ايش؟ فيش بديل لهم. هنا معرفا تيرم اوف ايش؟ الار. هنا الانبوت تبع السامبلر وهنا الانبوت للسيستم، فهذا بدي احول، بدي اخذ الستار للكل، اخذ الستار لهاي ايش بده يعطيني؟ تعطيني E1 ستار في الار ستار في G2 ستار، وهذا محول ستار فهي على طول بتعطيني. لهذه بدي اخذ ال E2 ستار، بدها تساوي G1 ستار في ال E1 ستار في G2 في ال H بار ستار في ال E2 ستار زي ما هي موجودة هان. هان الثالثة بدي اخذ الاوتبوت ايش عندي يساوي؟ C ستار بدي يساوي G2 ستار في ال E2 ستار زي ما هو موجود عندي. الآن أنا بلزمني لا E1 ولا E2، بلزمني هان أعوض بدل E2. لأعوض بدل E2 بدي أتخلص من E1 اللي هان، فإي واحد اللي هان بدها تساوي G1 بتعوض بدلها هان في اللي عندي، بدي أعوض بدل E1 ستار. الإي واحد ستار إيش بدها تساوي؟ R1 أو R ستار عندي هان بدي اعوض بدل هاي، بدها تساوي هنا G1 ستار في R ستار ناقص G1 ستار G2 ستار في E2 ستار. هاي عندي صارت هنا معرفة كل اشي عندي على شكل E2، وهنا عندي E2 وهنا E2 وهنا عندي ايش؟ E1. الكل التيرمز اللي في E2 بدي اجيبهم على شقة، على الشقة الشمال. صار عندي هنا E2 ستار زائد اللي عندي G1 G2 جي واحد ستار جي اثنين ستار اي اثنين ستار زائد جي اثنين اتش بار ستار في اي اثنين ستار على هاي، يعني ثلاثة تيرم. الثلاثة تيرم باخذ اي ستار لبرا، فايش بضل عندي على الشقة هذه؟ بضل جي واحد ستار في ار ستار على الشقة هذه. فلما اجي اطلع عليهم ايش بصير عندي هان؟ كل اشي بصير عندي معرف على E2، يبقى E2 ستار بدها تساوي 1 زائد G1 ستار G2 ستار زائد G2 H بار ستار هنا في الدينومينيتر هاي هان. الآن وضل عندي فوق ايش هنا؟ اللي عندي ل G1 في G1 ستار في R ستار. الآن بدي أعوض بدل الجي الإي 2 ستار هنا، فصارت السي ستار بدها تساوي جي 2 ستار مضروبة في جي 1 ستار في آر ستار اللي جاي من فوق على 1 زائد جي 1 ستار في جي 2 ستار زائد جي 2 في الإتش بار هذا ستار في الموجود عندي. بعده وين بشوف الستار؟ بحول لزي، فبتعطيني الجي سي اوف زي هذا الاوتبوت للسيستم. اذا في هذا الحاله برضه اذا بتلاحظ بقدر اجيب ترانسفر فانكشن، لانه ايش عندي؟
السي اوف زي على ار اوف زي بتعطيني الترانسفير فانكشن للسيستم اللي بسميها تي اوف زي اللي هي او خلينا نقول الكلوز لوب ترانسفير فانكشن للسيستم. الاكزامبل الثالث هاي عندي السامبلر، بس ايش الموجود عندي؟ في عندي هنا فيد فورورد، لما اجي اعرف هنا هاي عندي الاي واحد اوف اس، وهنا الايش الاي واحد ستار اوف اس. هنا عندي الاي واحد تساوي الار ماينس السي الموجود عندي، السي بدها تساوي اللي عندي هان بدها تساوي الاي واحد جاي عندي من هان زائد السيجنال اللي جايه من هان. السيجنال اللي جايه من هان هي عباره عن ايش؟ هنا اي واحد ستار في جي واحد، هنا بدي اجمعها هذه زائد او اللي عندي اي واحد ستار في جي واحد ناقص السي اللي عندي، في هدول التنتين مجموعين مع بعض اضربهم في ايش؟ في جي واحد اللي هي بتعطيني السي اللي هاد. الان حلاحظ انا عندي بدي اعوض بدل هاي اللي عندي هاي جي واحد زي ما كتبتها في الاي ستار الموجودة عندي، هذه مضروبة، هذه مفروض تكون جي اتنين مضروبة في جي اتنين زي ما هي موجودة هاد، ناقص الفيدباك اللي هي السي اللي جاية منها. فلما ندخل الجي اتنين لجوا ايش بدي يعطيني هنا؟ هاي اي واحد زائد جي اتنين اللي عندي في جي واحد في اي واحد ستار زائد او ناقص هنا حيعطيني جي اتنين في ايش؟ في السي. طب الان الاي واحد قلنا عبارة عن ايش؟ ار ماينس سي واحد. الان بدي كل السيز بدي اجيبهم على بعض، ايش بصير عندي على الشقة الثانية؟ هاي عندي سي وهنا بدي اجيلها زائد سي زائد جي اتنين سي اللي عندي، هدول على بعض حيعطيني اتنين زائد جي اتنين مضروبين في السي، وهنا عندي الار بلس جي واحد في جي اتنين في اي واحد ستار الموجودة عندها. الان اللي انا بدي اتخلص منه اللي هي مين؟ الاي واحد ستار الموجودة عندها. فالسي اللي عندي هذا ايش بدها تساوي؟ بدها تساوي ار على اتنين زائد جي اتنين زائد جي واحد جي اتنين في اي واحد ستار على اتنين زائد جي ايش؟ اتنين اللي عندي. الان لو جيت اطلعت على الاي واحد، الاي واحد ايش لقيتها بتساوي؟ بتساوي الار ناقص السي، هاي الار ناقص السي، فانا عوضت بدل السي، هاي الار ظلت عندي فبدي اعوض بدل الايش؟ السي. السي اللي عندي في الار في تيرم هنا وفي تيرم العادي الموجودة عندي الار المهان. لو اخذت عامل مشترك لاثنين ايش حتاخذ عندي؟ اثنين زائد ايش؟ جي اثنين، اثنين زائد جي اثنين، وهنا ايش مضيف لها ال هنا يعني مضيف لها التيرم اللي جاي من هان، فلما نجمعهم بدي يصير عندي واحد بلس جي اتنين في ايش؟ في ار زائد اتنين زائد جي اتنين الموجود عندي. الان ناقص جي واحد جي اتنين في اي اتنين. الان لهدول بدي اخذ الايش؟ الستار للتنتين. لما ناخذ الستار لهاي حتعطيني اي واحد ستار، هذه كلها على بعض حتصير بلاك والها ستار، وهذه كلها حيصير لها بلاك وايش؟ ستار زي ما حنشوف عندي هنا هاي السي ستار ايش بدها هنا عملناها قلنا هذه ستار وهي الستار اللي عندي هذه اللي بدها تخلص منها، فهذه لما اجيب احولها بدي يصير عندي هذه كلهيتها ايش؟ البلاك ستار زائد البلاك ستار وهذه اوريدي ستار عندي. الان هذه بجيبها على الشقة الثانية ايش بتصير؟ هذا تصير واحد زائد جي واحد جي اتنين على اتنين جي واحد اتنين زائد جي اتنين، هذه كلها هيتها ايش؟ ستار. الان هدول لما بدي اجيب الاي واحد يبقى الاي واحد تساوي البلاك هذه الكبيرة كلها ستار على واحد زائد جي واحد جي اتنين على اتنين بلس جي اتنين البلاك هاي كلهيتها ستار. الان بقدر انا اعوض بدالها هان، فايش صار عندي؟ السي ستار اللي عنده في اس بدي يساوي
الار ستار هذه الموجوده في البدايه في الهان زائد بتعوض عن هذا ايش بتعطيني هاي جي واحد جي اثنين على اثنين بلس جي اثنين هذه كلها ستار في الموجود عندي هنا اللي زي ما حكيت قلنا ايش هو عبارة عن الواحد زائد الجي واحد جي اثنين زائد تو جي ستار جي اثنين ستار الموجودة هنا في الترم الاولاني الموجود عندي هنا لما ضربته فيه في هذا المجال. فالآن لما أجي أطلع عليهم إيش صار عندي هان؟ هاي الآر مدموجة مع هان والآر موجودة مع هان. الآن بقدر أجيب الأوتبوت اللي عندي للسيستم بس يعني هلا حولت لزي بصير عندي السي اوف زي بدي ساوي هذا البلوك اوف زي وهذا البلوك اوف زي وهذا البلوك اوف زي وهذا البلوك اوف زي بس بقدرش اجيب الترانسفير فانكشن لانه الار اندمجت مع البلوكس الثانيه بقدر اجيب الاوتبوت بس بقدرش احصل على الترانسفير فانكشن. الان الاكزامبل الاخير عندي السيستم كامل بس ايش الموجود عندي هنا الديلي. كيف بدي احسب الديلي في السيستم؟ نفس الطريقه اللي فاتت اللي عندي هنا الاوتبوت عندي بدي ساوي الجي في الار على واحد بلس جي اتش واحد ناقص الجي في ال H2 في الديلي عندي على واحد بلس جي اتش 1 في الدي ستار في السي ستار. الان لو اخذت لهذا جبت هذا على الشقه الثانيه ايش اللي بدي يصير عندي؟ ها يعني اخذت الستار للكل فهذه حتصير ستار وهذه عندي حتصير ستار في هذا المجال. لما نعمل ستار عندي بقدر هذا البلاك كلها ستار فهذه لما بدي اجيبها الستار او بدي احولها هذه لازم استخدم فيها المودفايد زي ترانسفورم لاجيبها. هذا الفرق بين التنتين يعني هنا السي اوف زي لو اخذت ستار سي ستار هذا بدي تعطيني ايش ستار وهذه حتعطيني البلوك ايش ستار في الدي ستار في السي ستار. لما احول للزي هذه حتعطيني سي اوف زي وهذه البلوك اوف زي وهذه البلوك حاستخدم المودفايد زي ترانسفورم وهنا دي زي في السي اوف زي. هذا لو جبتها على الشقة الثانية ككل بتصير عندي واحد زائد البقية اللي عندي. فهذا الاختلاف الموجود في هذا الاكزامبل. شكرا هيك بنبقى غطينا لكم الاسبوع كامل. الان هذه في تفاصيل كتير احنا بنتكلم عنها بس هي ممكن احنا نعملها بطريقة ابسط في هذا المجال. يعطيكم